يقول الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فشاركوا مع جمعية البر والتقوى المصرية ضمن مبادرة أمان ودفى في بناء مسكن أو تسقيف منزل أو شراء ملابس وغطاء لإخوانكم الفقراء لتقيهم برد الشتاء. للتبرع لصالح جمعية البر والتقوى المصرية يرجى الاتصال على الخط الساخن أو من خلال الحساب البنكي.